انسان الله يستر طغت عليه الانانيه وحب النفس وحب المال. انت ملي كنتي في الكرش ديال امك 9 شهور وانت كتخبطي في الكرش ديال امك، ساكنه فابور ما كتخلصي لا ما لا ضو لا كرا، واكله فابور مع راساتكم فوق هذا الشيء زايده بالركل، كتكرفسي على امك بالركل في الكرش ديالها 9 شهور، والام يعني كتقاسي بالحمل، راه ما ساهلاش الركابي كيتنفخوا. وفي التالي منين ولداتك وكبرتي لحتيها للزنقه ولا لحتيها مثلا ميزون دو غوتريت ولا جو سي با، وباكم لحتوه وجبتوا له واحد المراه برانيه عليه مثلا تخدموا زعما في الدار، كتقولوا زعما جبتوا له خدامه، خصكم تقابلوا الوالد ديالكم، ما تجيبولوش مراه برانيه هي اللي تقابلوا، خصكم انتم اللي تقابلوه، يعني تناوبوا عليه كل مره يجي واحد عنده يشوفوا تقابلوا باكم، ماشي تشدوا الكاميرا تبقاو مقوسين عليه من البعيد فوق شي يعني يهز تقلب باش تجيو تفرقوا الورد تديو الفلوس. شوف فين وصلنا صاحبي بهذا الطموع الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الاوفياء لهذه القناه هذه المتواضعه ولهذا العبد الضعيف. باش ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه، ندخل في الموضوع ديريكت بحال العاده بدون لغه خشب ولا تملق ولا تزنديق ولا كذوب على عباد الله ولا تسمسير ولا تكبر، خصوصا تكبر ولا تمشي مرحا فوق الارض. جيت هاد النهار اخوتي المغاربه نهضر في جوج ديال المواضيع، حيت هذا الموضوع انا متبعو حتى يسالي ديال الطفل هشام الباري مسكين اللي كينتمي لاقليم تازا بالضبط في غياتا. جيت هاد النهار باش نقول لكم بعض الحقائق بخصوص هذا الموضوع، من بعد ما سمعت الشهود هضروا جيت ننوركم ان شاء الله الرحمن الرحيم بخصوص هذا المشكل هذا ديال الطفل الباري هشام مسكين. وفي نفس الوقت نهضر في المشكل ديال واحد السيده خرجت كتهضر في واحد المنبر اعلامي، قالت لك بان الوالد ديالها جابوا له واحد المراه خدامه زعما باش تخدموا في الدار وداك الشيء، حيت هو كان وحداني وصدقات هي تربصات به وتلوت عليه كي لحن شوف التالي قالت لهم انا حامله. المهم باش ما نحرقش المراحل انا غادي نشرح لكم هذا المشكل هذا وكيوقع العديد ديال المغاربه. نبدا اخوتي المغاربه بالموضوع ديال الطفل الصغير البريء مسكين هشام، الله يرجع لوالديه سالم غانم في هذا النهار يا رب العالمين. لاحظت واحد الملاحظه اخوتي المغاربه وبغيت نقتسمها معكم ربما تفيد في التحقيق. فاش كان كيهضر داك الشيفور ديال المرسيدس 207 الا لاحظتوا قال له كنت هنايا والدري كان في الجرده وقلت له رجع. الا لاحظتوا فاش كان واقف الشيفور في ديك البلاصه فين كان واقف، الا لاحظتوا هذيك الدار هذيك راها كتبنى دار خاويه كتبنى، الا لاحظتوا كتبنى بالياجور يعني خاويه. ربما شي واحد هز الدري ودخلوا لذاك الدار هذيك، راه شحال من واحد اغتصب شي دري صغير في شي دار كتبنى بحال شي دار مهجوره كتبان لي انا هذيك بحال دار مهجوره كتبنى ولكن ما مكملاش ما عندها لا بيبان لا والو. شي واحد كان تما وتربص بالدري الصغير ودخلوه اغتصبوه تما وهزوه من تما ديريكت وهبطو تيسبيه في ديك الحدوره وهبطو في الكودرون وداه. ربما يقدر يكون شي واحد تربص بالدري حيت كاينين دي بيدوفيل وما تعرفهمش كيكون ما عندهم ما يدار غير كيدور في الدوار، كاينين شي وحدين كيكون ما عندهم ما يدار كيدوروا في الدوار وكيكونوا معروفين، كيكون شفار ولا كيكون قمار كيكون معروف في الدوار، كتقول له فلان كيقول لك هذاك اه راه شفار رد بالك منه راه كيسرق البال كيسرق التبن راه ديجا ضرب الحبس وراه ديجا كذا راه ديجا راه نقز الدار ديال واحد المراه بغى يغتصبها، كيكون معروف في الدوار كيكون التاريخ ديالو اسود معروف كيكون دوز الحبس كيكونوا هاد الناس هادو راه حنا كبرنا في المغرب وكنعرفوهم. ربما شي واحد يكون تربص بالدري الصغير دخلوا لديك الدار المهجوره كما قلت لكم اخوتي المغاربه، هاد الفرضيه هادي تقدر توقع، يقدر يكون تربص بالدري الصغير ودخلوا للدار المهجوره واغتصبوا ومنين خاف يتفضح الامر ديالو وعطاه الحلوه وداك الشيء وهزو تيسبيه وهبط به وهربوا وداه لشي بلاصه. جميع الاحتمالات اخوتي المغاربه تقدروا تفكروا فيهم ويقدروا يجوكم من البال. علاش؟ لان الدري غبير الظاهر ما بقاش الاثار ديالو كيبان، فين مشى الدري داوه الجنون، فين مشى الدري داه الثعلب، الثعلب ما كيدخلش لشي بلاصه فيها الكلاب اعز الله وقدركم باش نكونوا متفاهمين على هذه القضيه هذه، كيكون الثعلب في الجبل ولكن الثعلب ولا الديب ما يمكنش يجي حيت كاينين الكلاب تما في الدوار، والدري الصغير ما يمكنش يديباسي يمشي يبعد على ديك البلاصه فين كان هو حدا الدار، ما يقدرش يمشي بعيد. علاش؟ حيت كاينين الكلاب، الكلاب غادي يبداو ينبحوا ويغوتوا غادي يردوه، ولا يعدوا شي كلب غادي يبدا يغوت، ولا غيتلاقاه شي واحد في الطريق الناس ديال الدوار، ولا يكون شي واحد مثلا تما حدا الزيتون، ولا الدري ما عنده فين غادي يمشي حيت كاينين طلعات قلت لكم والهبطات ما عنده فين غيمشي، هذا الدري هذا مهزوز مهزوز. اما شي واحد كما قلت لكم وردوا البال معايا للدار المهجوره اللي كان كيهضر فيها الشيفور ديال 207، اما شي واحد قلت لكم من الدوار عطاه الحلوى دخلوا للدار المهجوره تما اغتصبوا شي بيدوفيل وهزوا خاف يعني الامر ديالو يتفضح زاد به،
ولا شي مرا هزاتو زاد تبيه تبيعو لشي مرا اخرى ولا الدري ما عنده فين غادي يمشي ما طاح لا في بير لا في مطموره لا حتى في شي حاجه الدري مختطف تسنت الكلام ديال الشيفور مول 207 قنعني بالكلام ديالو علاش حيت كيهضر هو ما مرتبكش وبين فيه انسان متقي وهو مريض بالديابيت بالسكر ما يقدرش يرتكب جريمه كيديها غير في المرض ديالو مسكين والتاريخ ديالو غير اسود وكان مثلا ضرب الحبس ولا ديجا قبل بان ضرب الحبس على شي مثلا اغتصب شي دري ولا دار شي جريمه مثلا تخص الاغتصاب مثلا دخل على شي بنت للدار ولا على شي مراه للدار يكون عنده هذا التاريخ هذا في الدوسي ديالو تقدر التهمه تبت عليه تلصقو علاش لان التهمه ديالو ديال قبل كانت الاغتصاب نقدروا نقولوا بانه هو اغتصب الدري الصغير ولكن هذا السيد هذا ما عندوش تاريخ اسود وهو مريض بالديابيت ديجا وقنعني بالكلام ديالو حيت ما مرتبكش واحد النقطه اللي خصكم تلاحظوها في الكلام ديال مول مرسيدس 207 باش قلت لكم ما كيكذبش الكلام اللي قال البارح قالوا هذا النهار واللي قالوا البارح قالوا هذا النهار ما كيبدلش الاقوال ديالو ملاحظه دقيقه شديتها على الشيفور مول 207 هي اللي خلاتني نتيقو وخلاتني نكون مقتنع بالكلام ديالو ان هذا السيد ما عندوش ازدواجيه الخطاب ما عندوش جوج وجوه الكلام اللي كيقول هو اللي كيقول ديما وما عنده علاقه بالعيالات ديما كيقولها كيقول له الصحفي ديك المره كيقول له ما شتاش انا العيالات ما عندي دخل فيهم الكلام اللي قال هو اللي قال باين العريس حيت طلب 50000 فرنك لباين العريس جبت 7000 ريال قال له هادشي اللي عندي هادشي اللي عطى الله 3000 غنزيدها لك من بعد يعني هذا الكلام قالوا باين العريس وهو اللي قال نيت الشيفور ديال مول 207 نفس الكلام ما عندوش ازدواجيه الخطاب هذا السيد هذا داكشي باش قلت لكم قنعني بالكلام ديالو غير مرتبك كما سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه واحد السيده خرجت كتهضر في واحد المنبر اعلامي قال لك جابوا الخدامه للوالد ديالهم وفي التالي قالت لهم انا راني حامله وولدت معاه ولد وفي التالي بعت لهم رزقهم هذا المشكل كيوقع للعديد ديال المغاربه اللي كيكونوا والديهم لاباس عليهم وكيسمحوا فيهم فوق الشده كيقولوا حتى يموتوا عاد نجيو نورثوا وربي سبحانه وتعالى اوصى بالوالدين وبالوالدين احسانا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ما تقول لهمش غير اوف وتنهرهم يعني الا وقع لك مشكل مع والديك حاول تخطاه بطريقه يعني سلسه بدون ما يحسوا بك ما تقول لهمش اوف وما تنهرهمش هذوك راه الوالدين ديالك باش ندخل في الموضوع اخوتي المغاربه ونفسر لكم المشكل اللي وقع لهاد السيده هذه واللي كيوقع للعديد ديال المغاربه هاد السيده هذه عندها خوتها المهم هاد الناس هادو اللي وقع لهم هاد المشكل كاع بصفه عامه ماشي غير هي وخوتها حيت هي اللي خرجت كتهضر في داك المنبر الاعلامي خوتها ما بانوش قالت لك بان عندنا الوالد كان مريض وعيان وجبنا له خدامه اللي تقوم به طيب له وتنظفو جات الخدامه قالت لنا راني حامله من باكم وولدت منه ولد ودابا جرات علينا الزنقه وبعت لنا البلاد ديالنا وبغات تبيع لنا الاملاك ديالنا يعني باهم كان محتاج لهم فوق الشده جات الخدامه وهي اللي فازت كي كنقولوا بالغنيمه هما ولادو وكبروا معاه وداك الشيء ولكن تخلاو عليه فوق الشده والخدامه جات لقاتها واجده ربي جاب لها الرزق هذاك رزقها هذاك حلال عليها رزقها حيت نتوما باكم كان محتاجكم فوق الشده وسمحتوا فيه هذا هو القالب نقولها لكم بالدارجه تدارجيت باش تفهموني حيت كنهضر معكم بالدارجه ماشي باللغه العربيه دابا هذا هو القالب بالدارجه تدارجيت اللي كيوقع لبزاف ديال الناس هاد السيده هذه قالت لك بان الوالد ديالي كان مريض الوالد ديالك مريض بالباركنسون ماشي ما عندوش ضعف جنسي علاش ربي سبحانه وتعالى عطى للراجل ربعه شرع عطى ربعه حيت عارف الراجل غادي يقدر يدير شي حاجه شي كونغي كي كيقولوا لي فرونسي غادي يقدر يدير شي بيتيز شي حاجه مع شي مراه الا كانت واخا كيكون في كرسي متحرك يكون كاع مقط كاع في البياص الراجل يقدر يدير شي حاجه لان ربي عارف علاش عطى ربعه للراجل شرع عطى ربعه علاش المراه مثلا كيموت لها الراجل وكدوز مده ديال 30 عام بلا جواج حيت ربي عطيها الصبر اكثر من الراجل 30 عام وهي كتخدم على الوالي على الولاد ديالها كتقول لك انا نخدم على ولادي وما نجيبش هذا الراجل هذا اللي غادي تكرفس ليا على ولادي المراه بحال الدجاجه كتحضن على الفلاس كتحضن على الولاد ديالها والراجل منين كتموت له المراه كيلوح الولاد ديالو للزنقه ماشي الاغلبيه ديال الرجال كيديروا هذا الشيء ولكن هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء حنا كنعرفوه الراجل كيبغي يتزوج كذا كتجي المراه ديال الراجل كتجري على الولاد ولكن المراه دجاجه كتحضن على الفلاس المراه كتحضن الولاد ديالها وكتخدم عليهم 30 عام وما كتجوش والولاد كيخرجوا دكاتره كتضرب عليهم الجفاف الولاد كيكبروا كيخرجوا دكاتره وفي التالي كيجيو كيدوا امهم للحاج وكيبوسوا لها الراس كيقول لها الحاجه منا وكلاتنا وشربتنا وقرتنا وضربت علينا الجفاف وصبرت علينا الوالده ديالي
وكان قابلتي الوالد ديالك كاع ما تجيش ديك السيده هذيك وتدي لكم الرزق ديالكم، حيت انت شتي الوالد ديالك كبر ومن فوق هذا الشيء هذا مريض، وصعيب باش تقابل واحد السيد اللي كيكون كبير في السن ومن فوق هذا الشيء مريض، لان الانسان فاش كيكبر كيكون بحال الدري الصغير. هذه السيده هذه هي اللي وكلاته وشرباته، وربما مسكينه كانت كتبدل له حتى الخروق، كان مسكين كيفزك في الحوايج ديالو لانه مريض مسكين راجل كبير. كلنا غادي نكبروا، الكبير هو الله سبحانه وتعالى. كان عليك تقابلي الوالد ديالك لان الله وسع على الوالدين، ما تجيبوش واحد براني قبل لكم باكم، وفي التالي منين كيفوز هو بالغنيمه، لان ربي جزاها هذاك، ربي عطاها هذاك الرزق جزاها، حيت هي صبرات، هي صغيره وزوينه ودات واحد السيد شيباني ومريض يعني وقابلاته وكتسيق وكتبدل له الحوايج وكتوكلو، في التالي انت تجي تدي الفلوس، في التالي تدي الورد. شوفوا كيفاش كنفكروا حنا المغاربه، شوف فين وصلنا. بسبحانه هو تعالى قال لك وبالوالدين احسانا، ما قال لك شاي وقابلوا الوالدين حتى يموتوا وفوزوا بالارث، ما قالش الله هذا الشيء هذا، انتم كتمشيو غير بالعكس، بقيتوا مقوسين وحادين باكم، هي مقابله وانتم حادين بالكاميرا من البعيد فوق شي توفى زعما باش تجيو تديو الورد. شوف ربي كيفاش قلب، ولدت معاه ولد، وهانتوما دابا في المشاكل وفي الدعاوي وفي المحاكم، ولكن هي في التالي اللي غادي تفوز بالغنيمه لان النيه ديالها حسنه، هي داك السيد هذاك بغات تجوج به وتقابلو وصبرات في كل شيء، واخا هي صغيره وزوينه ولكن ربي رزقها جاب لها واحد. هذه هي اللي كنقولوا حنايا الرزق ديالك راه مخبع ما عرفتيش فين كاين، كل واحد ورزقه، الرزق ديالها هذاك ماشي جات سرقته وكريساته، جوجات بالسيد حلالا ولدت معاه، راه نعس معاه، ديروا الاد دي ان الا ما كانش هذاك الولد ديالو، هي قالت لك الولد ديالو هذاك، ديروا الاد دي ان واش ولدو ولا ماشي ولدو غادي تعرفوا. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يرجع داك الطفل الباري الصغير مسكين هشام الوالدي سالم غانم يا رب العالمين. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.